المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة يقدم لكم أنتم ورمضان. هل أنتم مصابون بداء السكري؟ إليكم الحالات التي يمنع فيها الصيام. لا شك أن للصيام منافع كثيرة على جسم الإنسان، إلا أنه في بعض الحالات قد يتعرض الشخص المصاب بداء السكري إلى مخاطر عديدة جراء الصيام. هذه الحالات تتمثل في نقص السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان، الاستشفاء جراء الإصابة بالحماض الكيتوني خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان، نقص السكر في الدم بشكل متكرر، نقص السكر في الدم بشكل غير ملاحظ، عدم توازن نسبة الجليكوز في الدم بالنسبة للمرضى المصابين بداء السكري من نوع واحد. الإصابة بداء السكري الحمل المعالج بالأنسولين مع تواجد مسبق داء السكري، الخضوع لحصص تصفية الدم بشكل مستمر، أو الإصابة بمرض القصور الكلوي المزمن، الإصابة بمضاعفات الأوعية الدموية الكبيرة كالسكتة الدماغية أو احتشاء عضلة القلب أو تضرر شرايين الأطراف السفلية، الإصابة بعدة أمراض مرتبطة بداء السكري بالنسبة للأشخاص المسنين. لديكم شكوك؟ قوموا باستشارة طبيبكم المعالج. للمزيد من المعلومات حول الموضوع تابعونا على الموقع الإلكتروني الخاص بنا www.hck.ma. يمكنكم أيضا تحميل تطبيقنا على أب ستور أو جوجل بلاي.